السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض لو انا عندي مثلا حائط وعايز اعمل فتحات اقدر اتحكم فيها، يعني هيبقى في باترن والباترن دي اقدر اتحكم في الفتحات بتاعتها. طيب هقول له بسم الله، وبعد كده اقول له نيو فاميلي، واقول له ان انا عايز الفاميلي بتاعتها ديت. عندي بقى لا انواع كتيره من الجينريك موديل، هختار المودرن باترن بيست والاوبن، طيب انا عندي ده ريفرنس لاين اقدر ارسم عليه، فهبدا ارسم عليه بوينت، هقول له من الريفرنس بوينت، وابدا احط بوينت ولازم تكون موجودة على الخط. انا حطيت 2 بوينت على كل خط، طيب لو نعمل سيلكت على البوينت ديت وشفت المسافة بتاعتها قد ايه، فطلعت معايا بوينت 6. بوينت 6 من نقطة البداية اللي هي دي، لا انا عايزها تبقى من النهاية واخليها 0.33. ونخش على النقطة اللي بعدها، اقول له عايزك تسلم من الانت وخلي دي 0.33. بعد كده هبدأ أعمل سيلكت على البوينت بالشكل دوت، وهقول له البارامتر دوت هو كله 0.33، هقول له إن أنا عايز أضيف بارامتر واسميه مثلا بي او وخليه انستنس. طيب مش هينفع معايا لأن الطيب هيتغير كله مرة واحدة. بي او دلوقتي بقى هعلم على كل نقطتين متقابلتين بالشكل دوت، واقول له ارسم لي بينهم اس بي لاين ريفرنس، ولازم بعد ما اعمل كده الاس بي لاين دوت اعلم على ان هو ريفرنس لاين.
ودلوقتي هعمل سيلكت على الريفرنس لاين دوت والريفرنس لاين اللي زيه اهوت الاتنين متوازيتين واقول له كرييت فورم. فساعتها بقى بيقول لي انت عايز انهي شكل، بيديني اكتر من شكل، فاقول له انا عايزهم توصل بينهم بس بالشكل دوت. كده في اي لحظه تقدر تتحكم في المسافه من هنا لهنا بمجرد ما تغير الرقم دوت، النقطه تتحرك فاللاين هيتحرك فالشكل كله هيتغير. يعني ممكن اقول له مثلا ايه 0.2 بالشكل دوت، عايز تقفلها خالص خليها ايه 0.5 مثلا، او خليها اقل من 0.5 بنقط، يعني حاجه بسيطه خالص 4.99 هتبقى بالشكل ده. خليها 0.33 زي ما اتفقنا. ونقدر نحدد ماتيريال، نقدر نعلم سيلكت على عايزين نعملها فلتر تك نان كرتن بانل، هقول له ان انا عايز اتحكم في الماتيريال، هعمل ماتيريال برامتر الخاصة بالماتيريال، وده طبعا هيكون ممكن تختار الماتيريال اللي انت عايزها، ممكن تختارها مرة واحدة او اقول له بقى انا عايز اختار، تقدر تختار اي ماتيريال زي ما انت عايز. تمام خليني اختار مثلا ديت، هقول انا عايز اعمل ماتيريال، ويكون طيب دلوقتي نقدر نعمل مشروع جديد ونحط فيه الباترن دوت. اقول نيو بروجكت، واقول له ان انا عايز ارسم ماس، واقول له امبليس ماس. ممكن نرسم لاين ونخلي اللاين دوت ندي له الارتفاع بتاعه فتتحول الواجهة، او ممكن نرسم شكله كله ونغيره كله مرة واحدة. يعني ممكن نقول له احنا عايزين نرسم مثلا شكل دائري اهو، وطبعا لما نقول له كرييت فورم بيبدأ يدينا الاختيارين، عايزه اسطوانة ولا دايرة. شوفها في 3D. هقول له زود الارتفاع شوية، وبعد كده هعمل سيلكت على الواجهتين، واقول له ديفايد سيرفيس
والسيرفيس دي ممكن تغير شكلها لو انت حابب لأي شكل من الأشكال، ونقدر نتحكم في المسافات اللي بينها. خلينا دلوقتي نقول له انا عايز ارجع لي الفم اللي انا عايزها، فاميلي فور، قول له حملها لي في المشروع. هي اتحملت دلوقتي، ناقص بس ان انا اعمل سيلكت كده على الشكل بتاعي واقول له edit in place، واقول له ان انا عايز اعدل في الشكل ده والشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا واقول له family four. طبعا نقدر نتحكم في المسافات والزاوية بتاعتها، يعني ممكن نقول له لا خليهم لي 20 15 زي ما انت عايز. هم كلهم دلوقتي واخدين نفس المقاسات، فانا عايز اتحكم اكتر، فهعمل زوم كده وابدا اختار شكل منهم وليكن مثلا الشكل دوت. تلاتة وتلاتين دي زي ما قلنا ممكن نخليها 0.9 مثلا، فنلاقيها اتقفلت. او نخليها 0.999 وهكذا. تمام، خلينا نختار شكل زي دوت واقول له خليه مثلا 0.1.